السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل البانيه باللون الذهبي زي بتاع المحلات، وهقولك ازاي تكبري حجم البانيه عن كده. ماشي؟ طبعا البانيه بيتغسل ويتنقع في مية وليمون وخل وملح. مية وليمون وخل وملح، ده الغسيل بتاعه. أول حاجة بيتغسل بالمية بس 3 مرات كده تحت الحنفية، 3 مرات تحت الحنفية، وبعد كده بحط عليه الليمون والخل والملح وبسيبه لمدة نص ساعة عشان ما تبقاش ريحته زفرة. ماشي؟ هنعمل ايه بقى عشان نكبر حجم الواحدة كده تبقى ما شاء الله، وانتي بتحطيها في العزومة تبقى ما شاء الله حجمها كبير. الشاكوش ده طبعا في اي بيت موجود. ماشي؟ هتمسكي حتة البانيه وادق عليه كده، بس مش دقة جامدة كأنك بتدقي مسمار، لا بالراحة. ماشي؟ بصي لو نلاحظ هنلاقي ما شاء الله حجمها كبير خالص. بصي بصي بقت كبيرة ازاي، وفي نفس الوقت هتبقى رقيقة معاكي، ما تبقاش التخينة دي، يبقى هتستوي ويبقى اللحم بتاعها طري وجميل كده، وتطلع معاكي مقرمشة لانك رقيتيها شوية عما جبتيها من عند الفراري. ماشي؟ بنفس الطريقة كده ما بحطش عليها التتبيلة. بعد لما بعمل الخطوة دي بحط عليها التتبيلة. ما تحطيش التتبيلة وبعد كده تعمليها تلاقي التتبيلة طلعت منها خالص، لا اعملها كده وبعد كده حطها في التتبيلة. هكمل البانيه كله على نفس الخطوة اللي انا عملتها ونرجع نتبله مع بعض. بصوا دي بصلاية وسط اهي، وقطايه صغيره كده هنزل بيهم عشان دي اللي هتخلي التتبيله بتاعتها جميله زي بتاعت المطاعم بالظبط واحلى كمان. ربع معلقه من الثوم المفروم كده، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الثوم البودر، معلقة واحدة من الخل كده، معلقة من البابريكا، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة شاي من الملح كده. وبص بإيدك كده، طالما إيدك نظيفة ومغسولة 3 4 مرات تعملي حاجتك في البيت من غير جوانتي ومن غير اي حاجة. نفس الطريقة كده بتسيبيه في التتبيلة دي لمدة ساعة بالظبط عشان يديكي الريحة بتاعتها والطعم. ماشي؟ اهم حاجة في التتبيلة انك تقعديها، بس تمشي على المقادير اللي حطيناها عشان هي دي احلى من المطاعم كمان. هسيبها لمدة ساعة ونرجع بقى عشان نعمله في الفيجيتار ونعمله في الزيت ان شاء الله. بصوا ده الفيجيتار اللي عملناه في القناة مع بعض، هسيبلك الطريقة في صندوق الوصف. ماشي؟ ده اللي بيساعد البانيه معاكي يبقى مقرمش، لان بيبقى فيه نشا وفيه دقيق وفي المقادير اللي انت هتشوفيها في قلب الوصفة. بصي ما شاء الله، وكمان ريحته جميلة جدا. الفيجيتار اللي عملناه في القناة هسيبلك الوصفة في صندوق الوصف ان شاء الله. كده التبل اهو قعد معايا ساعة، ودي الفيجيتار اللي احنا عملناه محطوط عليه نشا، مش هحط عليه ومحطوط عليه دقيق وكل حاجة. همسك حتة البانيه واعملها كده كده، بصي تعمليه كده في قلب الفيجيتار وبتسيبيه لمدة 5 دقايق او 10 دقايق عشان الفيجيتار يقفش فيه قوي ما يقعش في قلب الزيت معاكي. ماشي؟ فعشان ما يفكش منك بتسيبيه كده لمدة 5 دقايق او 10 دقايق. بعد لما بنعمله في الفيجيتار بتسيبيه 10 دقايق او 5 دقايق بنفس الطريقة كده، وبعد كده قبل ما نحطه في قلب الزيت بنسيب الزيت لما يسخن خالص، وهنشوفه مع بعض هيكون الزيت عامل ازاي، عشان طول ما الزيت سخن هو اللي بيساعد على القرمشة اكتر. بصوا بصوا الزيت لازم يكون سخن ازاي، شفتي كده؟ ده اللي بيساعد على القرمشة معاكي، والخطوة اللي هتخليه ما يفكش معاكي
لما تسيبيه 10 دقايق زي ما قلتلك، بعد لما بتحطيه في الفيجيتار بتسيبيه 10 دقايق بنفس الطريقة كده. ما بجيش جنبه لما بيجيني اللون الذهبي من تحت، اداني اللون الذهبي من تحت بقلبه على الناحية التانية، ما بجيش جنبه طول ما هو مبيض كده، لاني لو قلبته هيفك القشرة من عليه خالص وهيبقى مبيض معايا، مش مديني اللون الذهبي ومش مقرمش. 3 دقايق ونرجع نبص عليه نقلبه على الناحية التانية. بصوا بعد 3 دقايق بالظبط، بصي بصي ما شاء الله ومقرمش خالص ازاي. يفضل 2 أو 3 دقايق كمان ونطلعه ونقدمه مع بعض. بصوا خلصت البانيه كله، بص الزيت صافي ازاي، مفيش اي حاجة من الفيجيتار وقعت او فكت في قلب الزيت. نجاح البانيه معاكي ما يفكش، الخطوات اللي احنا مشينا عليها وسر طعمه الحلو في التتبيلة. يلا بقى عشان نشوفه بعد ما خلص. بصوا ما شاء الله، بصي مقرمش ازاي، بصي ما شاء الله. لو في مايك هنا هسمعكم صوت القرمشة بتاعته. بصي بصي ولونه الذهبي جميل ازاي، زي بتاع المطاعم واحلى كمان. وعشان طعمه الحلو يطلع معاكي حلو زي بتاع المطاعم، تابعي التتبيلة عشان هي سر طعمه الحلو. بصي ما شاء الله باللون الذهبي ومقرمش خالص، وتمشي على الخطوات عشان يطلع منك كده. ماشي، لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.